السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتمنى أنكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وما يكون خاصكم حتى شي خير. الناس اللي كتسولوا عليا والناس اللي اتصلتوا بيا كنشكركم بزاف وقلتوا لي فين هاد الغيبة، راه ما غبت والو، كنتسنى غير السلعة ديال البال أو الملابس المستعملة أنها تدخل. كي دخلات صاحب المحل اللي كان نتعامل معاه راه اتصل بيا وقال لي جي دابا تشوف شي سلعه جديده. والله الا كي مشيت الى سبقت الفيديو ولو صورته لكم عاد بديت كنشوف اشنو خاص. بالنسبه للناس اللي مهتمين بالامور والناس اللي كيبغيو يخدموا على راسهم وتيبغيو يتقداو سلعه يعاودوا فيها البيع، ما عليكم الا تواصلوا معايا عبر الكومنتير في التعليقات، واي حاجه بغيتوها مرحبا نعطيكم نصيفطكم المحل، نعطيكم رقم هاتف ديال صاحب المحل. والمحل راه كاين في مدينه مراكش، الناس اللي قرب لمراكش كاين في مدينه مراكش في سوق ديال سيدي يوسف بن علي، سوق ابو الارباح او لا سوق الشمس، عنده وجوش الاسامي ولكن بزاف معروف بسوق بولارباح. واللي بغى شي حاجه وبغى استفسارات بزاف وبغى يسول اكثر مرحبا به، اي سؤال انا راه تحت الامر ديال الاسئله ديالو ونجاوبو ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لهاد السلعه هذه كما شفتوا راه لقيت السيد ديال الله تيخويها من البلاط ديالها وتيستفها وتيعلقها، وهانتوما كما كتشوفوا راه اش نقول لكم، الناس اللي كيتقداو البار والناس اللي عارفين الجوده ديال البال راه هما اللي غادي يحكموا وهما اللي غادي يعرفوا بان راه الملابس المستعمله ديال برا لا يعلى عليها. حنا ماشي كنقولوا، انا بعدا على راسي ماشي كنقول الملابس الجديده اولا الحوايج جداد انهم ما زوينينش، لا بالعكس كل شيء زين الحمد لله، ولكن من واحد الناحيه الظروف ديال الانسان تيكون مثلا عنده وليدات تكون القدره الشرائيه انه كثير عليه يشري كل شيء جديد للوليدات، وعاود ثاني كاينه واحد الناحيه كاينين الناس ميسورين وكاين الناس تبارك الله ما شاء الله ما نهضروش كيخرجوا على برا وبامكانهم ياخذوا ما عطاش، ولكن تيقولوا لك ان البال راه البياس ديالو راه شي حاجه زوينه وكاليتي وفيه وفيه الجودة والملابس ديالو زوينة. كما كتشوفوا هنايا واحد السيدة من الزبائن ديالي اللي كاينة في المنطقة فين كنسكن وصاتني على مونطو أو كبيبات اللي بنيتها ديالها، بنيتها ديالها كتقرا مع بنتي في الروض، وقالت لي عافاك تجيبي لي، شافت بنتي لابسة واحد المونطو وقالت لي عافاك تجيبي لي بحالو. كنصور ليها باش تشوف وتشوف الشكيلات. وهاد السيد هذا تا والله عمرها دار ملي كتولي كتقداي من عنده كتولي كليانه ديالو، ما كتحليش معاه تدي البياسه، والا ما قداتكش راه ترتاه ليه غير ما تلبس ما تا حاجه وتبقى نقيه، راه تيبدل ليك الحاجه وراه كيتساعد. انتم كما كتشوفوا كاينين هاد البوديات، كاين التريكويات ديال الخيط، كاين التريكويات ديال دوك المزغبين ديال الكانيش، انتم كما كتشوفوا كاينين ديال الفوطه الاشكال والانواع والاثمنه. بزاف الناس يقولنا قولي الاثمنه، راه الاثمنه انا ما يمكنش انا نجي ونبقى نقول لك الاثمنه، ولان انا راه كنسولو على داكشي اللي بغيت نتقدى او عاش نسولو اللي بغيت ناخذ. هاد سميتو هاد التريكو او لا كاب كنت بغيت ناخذو لبنتي، ولكن بنتي ما كتلبسش لي انا لي كاب، غادي نضيعو فيها كتبقى يتسلتو، هزيتو وحطيتو، ولكن حتى جيت وحتى وريتو لواحد الاخت وريتها الفيديو وقالت لي كون هي جتي ليا بغيتو لبنتي، ولكن ملي اتصلت بالسيد قال لي بانه تباع. بالنسبه للثمن رجع معكم الثمن، الاثمنه هنايا كل حاجه والثمن ديالها، كاينه من 20 درهم، كاينه كيقول لك 20 30 40 50 100 درهم 120، كل حاجه والثمن ديالها. ولكن راه صدقوني راه الا قال 120 تستاهل 120، الا قال 50 تستاهل 50، قال 40 تستاهل 40، كل حاجه وعطاها ديالها. وكيتساعد هاد السيد بزاف، ماشي غير هو، كاع هاد الناس اللي غنوريكم دابا المحل تنتقدا عندهم راه كلهم صراحه الله كيتساعدوا. بالنسبه لهنايا حاط التريكويات ديال الرجال هادو ديال لهم ثمن محدد، هادو ديال لهم 50 درهم،
وشوفوا التركوات ديال 50 درهم راه شي حاجه واعره، وكتقلبي راه قليل اللي كتلقاي فيه شي نبيشه ولا شي حاجه، راه نقي. الناس اللي بتخدم على راسها والناس اللي بتبيع وتشري والشباب ورجال وعيالات، كاينه اللي كتبقى تتقول لك تتبغي دير داكشي اللي دايره ديك صاحبتها اللي حداها ولا ديك اللي مقاده معاها. لا لا بدلي انت الحرفه، انا لا سيري غير بحال هكا عند صاحب المحل وخذي من عنده واحد 6 ولا 5 البياسات بالجمله، وانت الا ديتي فيهم واحد 5 دراهم في البياسه الله يجعل شي بركه والنعو راه كدور. راه الانسان البيع والشراء راه التجاره، راه النبي صلى الله عليه وسلم راه دعا فيها وراه زوينه، ولكن قلبي قلبي ماشي انت غير صاحبتك كدير الحلوى، انت ندير الحلوى صاحبتك كتنقش النقش ديك اللي حدايا اللي كدير لك شي حدايا نديرو. انا بدل وعطى الله البيع والشراء راه فيه بزاف د الحوايج. انا هاد الفكره ديال البال وديال الملابس ديال البال والله الا جاتني غير من راسي غير من راسي، كناخذ هكا 5 البياسات 6 وكنجيبهم تنتوكل على الله، ما كنقولش لا راه غيضيعوا ليا ولا غادي. راه ملي كتفكر في دوك الافكار كون على يقين راه ما غادي تربح لا 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 الا كنتي عندك الكليان ولا ما عندكش الكليان. هنايا السيد صاحب المحل الله يجزيه بخير شافني كنصور ومعدبه شي شويه مع لان عامر السوق عامر بزاف، عرفتي ملي كيكون السبت والحد كتكون السلعه جديده كيكون واحد الزحام ما نقول لكمش عليه. مسكين تي هو كيجبد والله الا كيجبد ما كيستيش كيجبد وكيسرح ليا وكنصور. هانتوما شوفوا بحال هذا 50 درهم راه غزال، هذا راه زوين، هذا راه 50 درهم الا بعتيه غير ب 55 ل 60 درهم الله يجعل شي بركه. كاينين الناس اللي ما مساليينش كيكونوا خدامين وكيبغوا بحال هكا تريكويات الله يجعل البركه، الا زدتي فين انت واحد 5 دراهم ولا 10 دراهم الله يجعل شي بركه. وعادي الا كنتي بغيتي بالجمله راه غينقص لك، راه ماشي غيبيع لك ب 50 درهم. دابا اللي كيبيع في الطبله راه غينقص لك شي شويه وانت غتبيعي ب 50 درهم نيت، الا خلى عليك ب 45 ولا 80 ولا عفوا ولا 40 انت بيعي ب 50 درهم الله يجعل شي بركه ولا بيعو ولا. المهم هو انك توكل على الله وتخدم على راسك. انا هذا هو الفكر، انا هذه هي الفكره اللي بغيت نوصل. كنعتذر لانني كنهضر من تلقاء نفسي، وكما كنقول لكم في جميع الفيديوهات ديالي انا راه ما كنهضر عادي وكنهضر في داك الشيء اللي في القلب ديالي وفي على لساني، ماشي كنبقى تنزوق في الهضره ولا تنبقى تنقول لك هذا ما هذا. انتم شوفوا ولله هذا ب 50 درهم واش ماشي غزال؟ شوفوا التركويات كاينين كاينين فيهم كتستي كتستي، المهم انت تستي راه كتعرفوا ملي يلاه كتحط البالا راه كيكون فيها الطوب ديال التريكويات. وهادو تاني راه الا جلستي واحد يومين ثلاث ايام غا تاني ولتاني ديال اليوم واحد 40 درهم، جلست تاني واحد السيمانه جوج 30 درهم، ولكن السلعه كتستقل. هذا خديته انايا عجبني، هذا خديته هذا تا هو خديته، هادو كاع خديتهم، خديت منهم للزوج ديالي، خديت منهم لولدي، خديت انني بغيت نعاود فيهم البيع والشتا، هذا خديتو حاطاهم للبيع والشراء، اللي بغاهم مرحبا ماشي مشكل، ما تباعوش غادي يلبسوهم ولادي ماشي مشكل، انا نلبسوهم انا نيت. كنبغي نضحك مع المتتبعين ديالي، وشوفوا انسان يتوكل على الله ويعمر قلبه بالخير. وكما تيقول في القران الله سبحانه وتعالى واستبقوا الخيرات واستبقوا الخيرات، ديما توكل على الله وقول الله يسخر. انتم شوفوا راه اش نقول لكم، راه شي حاجه فن، راه شي تبقى تستي تقول غندي كل شيء راه غزالين. عرفتي شنو هي 50 درهم؟ راه فنين غزالين. هاد البليصه هادي ديال السراول، حتى هي نفس البلاصه غير شي كاين حدا شي ماشي بعيد، في نفس البلاصه. وهذا محل اخر ماشي المحل اللي كنت فيه في الاول، هذا محل اخر. هذا حتى هو حط السراول، اش غنقول لكم غزالين السراول، شي حاجه اللي زعما الا مشيتي وضيعتي الوقت وستيتي ما ضاعش الوقت ديالك، غير انسان يستي ويقلب. اللي عنده الوليدات واللي عنده البنيات واللي عنده هكذا كيبغي باش يلعبوا بسميتو باش ما يلبسوا نيت، وكما كنقولوا راه الحوايج ديالو على برا راه الصبن والضرا شي حاجه زوينه.
ولا بغى يبيع ويشري كما تنقول لكم راه شي حاجه فن. هادو 20 درهم، هانتوما 20 درهم. ايوا دابا هذا المقطع هذا راه غتمشي تلقاه فشي بلاصه اخرى غادي يقول لك واحد 300 درهم. ها انت ها واش ماشي ديال 300 درهم هذا؟ حتى هو مسكين راه تيتعاون معايا السيده، هو تيسرح وتيعاود يحط لي فوق سلعه. هاد البلاصه هادي خاصها غير بالسراول ديال ديالهم 20 درهم، وكما قلت لكم 20 درهم باش كيبيع، ولكن راه الا بغيتي تاخذي بالجمله وبغيتي تعاود تبيع وتشري ما كتقدى واحد الكميه عنده مثلا راه غادي ينقص لك ضروري، ما غادي ينقص لك. هادي راه شي حاجه باينه. كنتمنى ان الفيديوهات ديالي ينالوا الاعجاب ديالكم، كنتمنى تشجعوني باللايك وتفعلوا الجرس، واللي ما دارش اشتراك يدير اشتراك، واللي كيبغي يشوف الفيديوهات ديال البيع والشراء وديال الجولات ديال الاسواق وديال اي حاجه كتعلق بالبيع والشراء، لا في المستلزمات الحلويات ولا في الملابس الجديده ولا القديمه ولا اي حاجه كتعلق بالبيع والشراء، الا يدير لي اشتراك ويخلي لي لايك ويخلي شي تعليق يكون زوين. وكنتمنى انكم تقبلوا على الكلام ديالي اللي كنهضر معكم تلقاء نفسي، وكنبغي انني نوصل لكم شي فكره كتكون عندي، ولو انكم عجبتكم ولا ما عجبتكمش المهم كنبغي نوصلها للمتتبعين، وكنبغي حتى هما الناس اللي تيقلبوا ما يديروا اولا كيكونوا شويه فيهم العجز يحيدوا داك العجز ويتوكلوا على الله وينوضوا يخدموا ويتحركوا على ريسهم، او اللي بغات تقدا ولا اللي بغات تشوف تاهي وليداتها حتى هي مرحبا حتى هي تدخل وتشوف. وكما قلت لكم مجال البيع والشراء وفي اي حاجه متعلقه بالبيع والشراء الا وانا معكم. سواء كانت السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وما يكون خاصكم حتى شي خير. بالنسبه للناس اللي مهتمه بالامر والناس اللي بغى يبيعوا ويشريوا على راسهم وبيتحركوا شويه، الناس اللي بغات تقدا وليداتها مع هاد الدخول المدرسي ومع الدخول الشتاء وبغات تقدا راسها سبيبطات سبادريات كوداسات ديال الكره، ما عليكم الا تبعوا الفيديو ديالي من الاول حتى الاخر. الناس اللي ما مشتركاش في القناه ديروا لي اشتراك، فعلوا الجرس، ديروا لي جيم. بغيتوا المحل بالضبط دخلوا التعليق، اي حاجه بغيتوها الا سولوا عليها غادي نجاوبكم. المحل كاين في مدينه مراكش، الناس اللي في مدينه مراكش راه غيعرفوا مزيان، والناس اللي خارج مدينه مراكش وبغاو يجيو وبغاو يدخلوا يجيبوا شي دويره وبيشوفوا هذا السوق هذا مراكش سيدي يوسف سوق بولارباح. ملي غتوصلي سوق بولارباح غتدخلي على الدخله اللي كنتي جايه من كما تنقولوا لي حنايا الدوار الجديد، كاين واحد الدوار راه كان معروف بدوار الظلام ودابا راه ولا الاسم ديالو دوار جديد. الا كنتي جايه راه كاين المحل على يديك اليمين كما كنعاود نقول لكم. المحل جا في سوق بولارباح سيدي يوسف مراكش، ما عندكش فين توضري ولا فين توضر، بغيتي تستفسر مزيان وبغيتي تسول مزيان دخل عندي الرقم الهاتف ديالي وعبر الواتساب ونعطيك لادريس مزيان 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 ما توضرش. الناس اللي بغاو يبيعوا ويشريوا على رسوم ويترزقوا الله كما كنقول بزاف ديال الشباب وبزاف ديال الناس وبزاف ديال العائلات كيكونوا مثلا خارجين على المدينه اولا كيكونوا بعاد اولا كيكونوا في وسط المدينه نيت، كاينين الناس ما عندهمش الوقت انهم يمشيو يتقداو تيكونوا تما ظروف العمل ديالهم. سيري خذي واحد 4 البياسات ولا 5، خذيهم بواحد الثمن اللي غيخلي لك ثمن زوين
انتوما كما كتشوفوا السلعه راه نقيه، سلعه نقيه واعره، وحتى الثمن راه جاني مناسب، لان راه بحال هذه راه ما غاديش تلقايها بواحد 200 درهم ولا 220 ولا 240 ولا 130، ولا راه عنده الاثمنه كل حاجه والثمن ديالها. كما قلت لكم غتمشي غتشوف السلعه اللي بغيتي، وبما ان الانسان خصو يدير في باله انه ما شاريش بالكيلو، ان ملي كتكون شاري بالكيلو شاري داخل على السلعه كما كانت ديك الساعه، انت هي كما كانت غتلقاها. اما بالنسبه لهاد الناس اللي كيكونوا هما شارين وحاطينها لك هكا، راه هما دابا ولات العزله، راه عزلوا الحاجه اللي ما لايقاش، والحاجه اللي كتكون فيها شي ديفو اولا كتكون مقوبه اولا مقطعه اولا راه عزلوا. اما انت ملي كتكون شاري الكيلو، الكيلو راه كما كان كتقبل عليه، كما تنقولوا يهتب حيا ربحه، كتدخل كتوكل على الله والله يسخر وصافي، نطلبوا من الله التيسير وكنطلبوا من الله يسخر الحاجه وصافي. هادشي اللي كاين، كتمشي عند السياد كتاخذي البياسات اللي بغيتي، ولكن خص يكون العدد كبير، ماشي يكونوا جوج ولا ثلاثه تقولي صافي هذيك هي الجمله، لا راه على الاقل يكون واحد 10 البياسات ولا 20 بياسه وما فوق، وما فوق ماشي غير 10 ولا 20، خص يكونوا ما فوق. كتفاهمي معاه بانك راك باغي تبيع وتشري ولا باغيه تبيع وتشري، وحتى هو راه كيما تنقولوا تا هو كيدير معاك الحق ديال انه يخليك انت فين ترزق الله، وكتفاهموا وكتيسر الامور. والناس اللي بغات تقدا لراسها وبغات تقدا لوليداتها راه كتمشي وكتقيس وكتشوف وكتقلب البياسه مزيان وكتوا على راسها، والله يسخر الامور. كنتمنى تكون الفكره ديالي عجباتكم، كنتمنى انني نكون وصلت لكم ولو شي حاجه بسيطه، من ان الانسان اللي بغى يخدم على راسه كيفاش خصو ما يبقاش كيتسنى، ينوض ويتوكل على الله، وراه الانسان راه ما غاديش يخليه الله غير ما يبقاش جالس وتيقول ما درت والو ما درت والو، نوض تحرك. راه كاينين الناس كنهضر معكم عن تجربه، كاينين الناس اللي ما عندهمش الوقت انهم يمشيو لشي بلاصه ويتقداو، عندهم كلشي الحمد لله، عندهم ترونسبور ديالهم، عندهم كلشي متوفر ليهم، ولكن ملي كيبغي يتقدا ما كتكونش عنده الوقت، ان العمل ديالو ما تيسمحليش انه يخلي مثلا المكتب ديالو ولا تخلي كتكون بزاف بزاف اولا المحل ديالها ولا المحل ديالو. ولكن ملي كتمشي نتا وكتجيب هاد البياسه هكا وكتجي وكتقربها ليه، راه غياخدها، وتا هو واخا غتجي ديك البياسه اللي قربتها غتجي مزيانه. انسان يتوكل على الله والله يسهل على كل واحد. كنتمنى تتبعوا الفيديو ديالي من الاول حتى الاخر، شوفوا بعينكم، واي حاجه بغيتوها واي حاجه بغيتوا تسولوا عليها الا وخليوا ليا في التعاليق.
كما كتشوفوا كاين اشكالات اخرين. هذا الفص الثاني هذا فيه ثاني اشكالات اخرين. هنا كاينين صبيبطات صغار، كاينين صبادريات صغار. جبنا هاد الصبيبط هذا بزاف، راه ملي كتقربي ليه راه جديد، راه جديد نقي نقي مزيان، ماشي صبيبط مكرفس ولا راه صبيبط غزال. عجبني لبنتي ولكن لقيتو شي شويه صغير عليها، خاصه واحد النميره، النمره اللي خاصه. ما هو زوين في الشكل ديالو. دابا معاه ان شاء الله دخول فصل الشتاء زوين، ولكن ما قدهاش، خاصه واحد النميره. ها هو عجبني وزوين في الشكل ديالو. شوف البنيتات تيجيو معاهم بحال هاد الصبيبطات. بالنسبه للناس اللي كيكونوا بعاد وكيكونوا مثلا ما متوفرش عندهم بحال هاد بحال هكدا سلعه وسبادريات، ولا بغاو شي حاجه بغاو سلعه يخدموا بها، ولا مرحبا بغاو انني نصيفط لهم سلعه او بغاو شي حاجه يدخلوا وشوفوا السلعه اللي بغاو حتى باقيه في هاد الايام هذه. ولا كانت شي حاجه اخرى مثلا انا نقدر نصورها معاهم عبر الواتساب ونصيفطها لهم، فين ما كانوا. ماشي مشكل، لان كاين دابا ناس بعاد على مراكش ولا خارج مراكش ولا بغاو يجيو يتقداو وسميتو، الا يدخلوا عندي وان شاء الله باذن الله نصيفط لهم الحاجه اللي بغاو نصيفطها لهم. دوكا الحمد لله راه ولا كلشي، ما بقاش حتى حاجه بعيده، ولا كاين بزاف الحوايج باش كتوصل السلعه، كاين كلشي كاين الحمد لله الحمد لله. هادو تاني كاينين كما تنقولوا ديال الطبله، هادو تاع الطبله داير ليهم 60 درهم، واعرين زوينين زوينين. قلت لكم سارعوا سارعوا، اللي بغى يتقدى يسارع ويمشي، راه عنده صبيبطات سبادريات زوينين صراحه، عنده سبادريات زوينين. يعني كنحاول نقرب لكم باش حتى الا كان شي حاجه تشوفوها، ماشي تنمشي لكم غير الحاجه اللي نقيه، لا كنمشي لكل شيء، كنقرب كل شيء. هادو كما قلت لكم هادو ديرهم في العزله في الطبله، هادو ثاني بوحدهم على دوك اللي كنتو كتشوفوا في الطابلو. وكاينين فرق في الاثمنه، كاينه مازال حتى 30 درهم، كاينه 40 درهم. وكما قلت لكم راه ملي كتاوي مع السيد وكتشاطري معاه شويه راه كيتساعد معاك، كيدير معاك ثمن زوين. انت ديرها نقيه، هذاك راه فيها غير واحد شويه ديال الوسخ، هذاك ماشي شي حاجه خايبه تما. انتو شوفوا ثاني هذه كيديرها نقيه زوينه. كما قلت لكم المحل راه كاين في سيدي يوسف،
السوق راه معروف بسوق بولي رباح، هو راه عنده جوج ديال الاسامي، سوق الشمس، ولكن سوق بولي رباح هو باش معروف بزاف. اي طاكسي، اي جيتي في طوبيس، جيتي في اي حاجه سولتي راه غي يديك ليه ديريكت، راه ما مضرش وكبير، وكيكون عامر بزاف السبت والحد، تيكون ما شاء الله ما شاء الله تيكون عامر. شت هاد الشكل تاع الصويم ديالها هادي، عجبني و جاب لي الضحك كما تنقولوا، كنت نقولوا هاد الصويم ديالها كاينين، ولكن كاينين بلا. وهادي شوف البال راه فيه شي حوايج راه عجيبه وغريبه، سبحان الله. دوك الناس اي حاجه طاح لهم على بالهم الا كيصاوبوها. كما قلت لكم، سوق بولي رباح، سيدي يوسف، مراكش. واللي بغى يستفسر وبغى شي حاجه يخلي لي في التعليق ويدخل عندي، وراه غادي نعطيه الادريس ديال المحل بالضبط بالضبط فين كاين. هذه الطبله هذه تقريبا واش 40 درهم او 30 درهم، ربما 40 درهم اللي قال. وكتستي وكتقلبي، و ملي كتكون سلعه يلاه جايه راه كتكون شويه ديال الثمن، حتى تكون باقي سلعه باقي ما تستاتش. والا مشيتي راه تقدر تلقاي تاني غير بقل، وداكشي تيبقى كما تنقول لكم. الانسان يمشي ويجيب دوره ويشوف بعينيه، ويتقدر وليداتو ويتقدر راسو، حتى اللي بغى يبيع ويشري يمشي ويجيب دوره ويتوا على راسو، ويدير كما تنقولوا يدور مشروع صغير. راه دابا شي ديال السبيبطات والسبادريات راه كيتمشى، راه كاينين الناس اللي بغاو سلعه وما عندهمش الوقت انهم يمشيو يتقداوها، اولا ما عندهمش انهم يمشيو لديك البلاصه ما عارفينهاش. انسان يتحرك على راسو. هاد البلاصه فيها سوين ديالات، عزل الفعل الصندله ديال الصيف، انتم كما كتشوفوا عجباتني. تاني واحد السبادريه هنايا هادي، ولكن ما قدتش ليا تاني ولدي، خاصه مي هذوك اللي كيعجبوا ولدي انا كيجيو هما، ماشي هما هذوك. دوك اللي كنبغي انا تيقول لك لا بغيت انا هادي. راكم كتعرفوا الوليدات. كنتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتمنى هذا الفيديو ينال إعجابكم، لأنه جدا جدا رائع وغزال، وكتشوف فيه شي حاجة اللي من الزمن الجميل، وكما تنقولوا شي حويجات اللي فقدناهم في البيوت ديالنا، البيوت المغربية بحال الحطة ديال الصينية والمجامع ديالها والبراد وديك الجلسة التقليدية، وبزاف ديال الحويجات بحال هاد المبيخرات بحال العسيكات بحال بزاف ديال الحوايج. ما نطولش عليكم، اللي كيحب هاد النوع ديال الفيديوهات وكيحب هاد المحتوى ديال الأسواق وديال الأشياء اللي كيكونوا كما تنقولوا قدام والجديد والقديم، المهم اللي كيحب الجولات ديال الاسواق، ما عليه الا اشترك في القناه وفعل الجرس ويدير ليا جيم. وما نطولش عليكم، تبعوا الفيديو ديالي من الاول حتى الاخر، فيه ما يتشاف وجدا جدا زوين وغزال، من قلب مراكش، من وسط مراكش. والناس اللي بغاو شافوا شي حاجه وبغاوها، ما عليهم الا يسكرينيوها ويصيفطوها ليا عبر الواتساب، الرقم ديالي كاين اسفل الفيديو. وكما قلت لكم راه في الفيديوهات السابقه راه كنصيفط لي كوموند لداخل المغرب ولخارج المغرب. اي حاجه شتيها وبغيتيها ولو كاينه في خارج المغرب، ما عليك الا تسكرينيها وتصوريها ونصيفط لك الثمن، نتفاهم انا وياك كيفاش غنصيفط لك الكوموند ديالك او الطلبيه ديالك، وان شاء الله نصيفط لك اي حاجه شتيها وبغيتيها. وكيبقى غير على الكوموند اللي تكون طلبتي، واش كيكون باقي في السوق او لا تحبس، هذا فاش يكون الاشكال. ملي كتصيفطي لي الطلبيه وتيكون الكوموند باقي في السوق، كنحجزو لك وكناخذو لك وكنصيفطو لك. فرجه ممتعه، وكنتمنى انكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، راه جد رائع وزوين.
كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، كنتمنى ان اي حاجه بغيتوا تسولوا عليها او تعرفوا الاسمنه مرحبا في اي وقت. الرقم ديال الواتساب ديالي كاين في اسفل الفيديو، وخليوه في التعليقات في الكومنتير اي حاجه بغيتوا تسولوا عليها مرحبا. كما كتشوفوا اشياء زوينه واشياء من التراث المغربي الاصيل، شي حاجه زوينه. خليت الفيديو انكم تشوفوا على خاطركم، ما بغيت نعلق ما بغيت نهضرش فيه، باش تشوفوا على خاطركم. واللي بغى شي حاجه راه كما قلت لكم في السابق يسكريني ويصيفط ليا ونقول ليه الاثمنه، واي حاجه بغاها وكانت باقي في السوق باقي موجوده راني غادي نحجزها ليه ان شاء الله. كنتمنى لكم خفة على قلبكم، كنتمنى هاد الجوله تنال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله كاينين جولات اخرين وكاينين بزاف ديال الاشياء اللي من التراث المغربي وشي حاجه اللي زوينه وتستحق ان الانسان ياخذ منها شي حاجه ويحطها في البيت ديالو لانها شي حاجه رائعه. الفيديو على الانتهاء، كنتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم، كنتمنى ان تكونوا متعتوا ليا عويناتكم وشفتوا شي حويجات لي كما قلت لكم من التراث المغربي وشي حاجه مغربيه بكل معنى الكلمه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ما يكون خاصكم حتى شي خير. الفيديو ديال اليوم بنشاركوا مع الناس اللي مهتمين بامر ديال مستلزمات التجميل، الناس اللي بغيت يتقداو تجهيزات العروس او تجهيزات الخطوبه، الناس اللي كيبغيو يشوفوا اي جديد في السوق بما يخص مستلزمات التجميل او العطور او كما تنقولوا اي حاجه، اي حاجه كتخص بمستلزمات التجميل. الناس اللي كيعجبهم بحال هاد الفيديوهات وتيبغيو يشوفوا اي حاجه كتعلق بالبيع والشراء، ما عليكم الا تشتركوا في القناه ديالي وتخليوا لي تعليق وديروا لي لايك، وكنتمنى انكم تتبعوا الفيديو ديالي من الاول حتى الاخر وفرجه ممتعه. بالنسبه لهاد العلبه هادي بزاف ديال الاخوات كيتسولوا عليها وتيبغوا يتقداوها وتيكونوا كيتخوفوا من الالوان اللي تيكونوا فيها ومن التشكيله اللي كتكون فيها، تيقول لك ماشي داكشي اللي كنشوفوا في لومبالاج في العلبه ماشي هو اللي كنلقاو في الداخل ديال العلبه. انا غنصور معكم داكشي كي كاين في لومبالاج كي كاين في العلبه. كنحاول اني نقرب لكم الالوان، كنحاول ان نقرب لكم العلبه تشوفوا مزيان الالوان كي دايرين. بزاف ديال الاخوات كيسولوا على هذه العلبه، هذه العلبه فعلا صراحه هي عمليه بالنسبه للعروس، بالنسبه للناس اللي خدامين في مجال التجميل في الحلاقه، هي عمليه كتحتوي على الالوان وكتحتوي على الشكيلات اللي كتكون كتبغي تخدم بهم السيده اللي كتخدم في مجال الحلاقه، اولا العروس اللي كتبغي تبدل وتلبس، كتكون اللوينات كاع اللي كتكون كتبغي في اللبسات راه تقريبا كتلقاهم في هذه العلبه، وكتكون علبه خفيفه في الهزه ديالها تهزيها، وكتكون ماشي بحال كتكوني كتاخذي واحد المجموعه وكتولي
كل حاجه كتقلبي عليها فين كاينه. هاد العلبه كتكون فيها كل شيء، كتكون مزيانه وراه ما كيكونوش بحال بحال. هنا بزاف الاخوات يسولوا كنقول لهم لا راه هادي نهائيا، راه لانه هما الشركات بزاف وكل شركه وعندها تشكيله ديال الالوان، ما عندهاش غير علبه بشكل واحد ولكن كتكون تشكيله كل علبه وفيها الالوان ديالها. هذا هو الشكل ديالها كله من الفوق، هانتوما كما كتشوفوا فيها الوان زوينه والوان راقيه. بالنسبه للناس اللي كاينين داخل المغرب او الناس اللي قراب ليا في المنطقه ديالي راه غادي ربما يكونوا عارفين المحل فين كاين، والناس اللي بعاد شي شويه وبغاو شي حاجه كما تنقول لكم ديما في الفيديوهات ديالي اللي كيتعلقوا بالبيع والشراء، راه كنديرو التواصل لاي بلاصه كنتي فيها، ما عليك الا تواصل معنا عبر الواتساب ودخل وخلي لي تعليق وسول على اي حاجه بغيتي تسول عليها مرحبا. كاين ثاني هذا الشكل ثاني هذا ديال هاد البواطه هذه، نتوما كما كتشوفوا كاين معنا هاد المجموعة ديال دوف، فيها شامبوان فيها بلسام فيها ديدورو فيها ديدورو ديال العرق فيها دوش جيل دوش، هانتوما كيما كتشوفو كما تنقول بزاف ديال الاخوات. اي حاجه بغيتيها ما عليك الا تسكرينيها وتواصل معايا عبر الواتساب، وان شاء الله اي حاجه بغيتيها غادي نكومونديها ليك وان شاء الله ونصيفطها لك ان شاء الله باذن الله. وملي نتواصلوا ديك الساعه راه غنشرح لك الطريقه كيفاش كنتعاملوا مع الكليان ديالنا وكيفاش كنديروا الارساليات لا في داخل المغرب ولا في خارج المغرب.
معنا هاد التشكيله ديال الماسكارات حتى هما زوينين. كاين كلوس، كاين اقلام ديال العيون ديال الحواجب حتى هما زوينين. واحد المساله كنبغي نوضحها ديما المتتبعين ديالي، حيت كاين شي بعض الحوايج يقولوا لي ما كتهضريش لينا عليهم، ما كتوضحيش لينا. المتتبعات ديالي، انا راه ما عنديش خبره كبيره في مجال التجميل، لهذا ما يمكنش انا نتطفل ونبدا كنقول لكم هذه اش كتصلاح وهذه اش كتليق. انا في البيع والشراء، انا كنبيع وكنشري فقط، كنكوموندي عندي السلعه اللي بغيتو اللي شتي كاينه والكوموند. بحال مثلا دابا هذا الباك هذا ديال العطور، ها هو كما كتشوفيه، عجبك غادي تشوفيه دابا من الاول ديالو حتى الاخر، راك انتي غتشوفيه، راه غتشوفي الاسم ديالو، راه غتشوفي شنو كاين. عجبك الا كتسكانيه وكتصيفطيه ليا عبر الواتساب وكتقول لي الثمن ديالو، كنعطيك الثمن ديالو، كنعطيك كيفاش غنصيفطو ليه، كيفاش الارساليه، وديك الساعه كنتفاهم انا وياك كيفاش كيفاش غن يكون الارسال. صافي نبي كنصيفطو ليك. وهادشي اللي كاينين بزاف الناس يقولوا لي ما كتشرحيش لينا، راه ما يمكنش نشرح انا شي حاجه اللي انا ماشي في الطومين ديالها، لان التجميل وهاد مستلزمات التجميل راه تيكونوا ناس ديالهم اللي عارفين داك العكار، داك الكلوس، ديك الماسكارا، وتيعرفوا. انا كما قلت لكم انا راه غير انا في مجال البيع والشراء، والبيع والشراء عندي ماشي في واحد الحاجه، عندي في بزاف الحوايج كما قلت لكم، في مستلزمات الحلويات، في الاواني، في الافريشه، في الملابس ديال البال ديالو على برا، الملابس الجديده. المهم الحمد لله هذا هو الدومين ديالي، كنبيع وكنشري في اي حاجه بان لي فيها كما كنقولوا الرزيق ديالي. حتى انا راه كنقلب حتى انا على رزقي كما كيقولوا المغاربه، وحتى انا كنحاول انني نقرب المتتبعين ديالي المنتوجات والحوايج اللي كنكون خدمت بهم مع الكليان حتى هما يشوفوهم. بحال بالنسبه لهذا الباك هذا، بغيتيه وعجبك وراكي دابا كتشوفي الاسم ديالو، كتشوفي الشكل ديالو، ما عليك الا اتصلي بيا ونعطيك الثمن. ولو انك واخا ما بغيتيش وبغيتي غير تسولي عليه وبغيتي تسولي على الثمن، مرحبا كما تنقولوا حنا المغاربه، مرحبا وستلف، مرحبا سولي باي حاجه بغيتيها سولي عليها. وكما تنقول بزاف ديال الاخوات راه كنديروا التوصيل، ماشي التوصيل، كنصيفطوا السلعه لداخل المغرب وخارج المغرب.
كما قلت لكم في اول الفيديو، اي حاجه بغيتوها ما عليكم الا تكلموها ولو تصيفطوا عليا عبر الواتساب، وان شاء الله نقول لكم التمام، نقول لكم الطريقه باش نرسلها لكم. كنتمنى نكون خفيفه على قلبكم، كنتمنى الفيديو ان الاعجاب ديالكم، ولو انني ما طولت فيش في الكلام، خليت ان الفيديو يمشي بوحدو وخليت انكم تستمتعوا بالشكيلات وبداكشي اللي كاين حاليا في السوق، وان شاء الله فينما يكون عندي شي جديد او يكون كوموند ديال مستلزمات التجميل الا وغادي نشاركها معكم ضروري ضروري ومؤكد. كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير، وكنتمنى ان الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من لايك، ما تنساونيش من لايك، وما تنساونيش من كومونتير يكون زوين واشتراك في القناه.